السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله نقدمو واحد الحلقة ديال الفرق ما بين الأكل، الكمية ديال الأكل في فصل الصيف والكمية ديال الأكل في فصل الشتاء. فصل الشتاء ماشي ما يكون فصل الشتاء ولكن فصل بارد. كما كتلاحظوا معايا كاع الناس اللي رباو الأرانب ديالهم في فصل الصيف، لاحظوا أن الأرانب قلوا في الماكلة ديالهم. فهاد الشهر بالضبط اسمو الأرانب كيوليو كيديروا في الأكل، كيوليو كياكلوا الأكل بزاف أكثر من أي شهور أخرى. علاش؟ لأن كيكون المرحلة ديال الصيف فاتت عليهم، يعني كيكونوا يعني بحال اللي تقهدوا بالصيف بالحرارة ديال الصيف. دابا كيوليو يفلفلوا، حنا كنقولوا بحال اللي كيفلفلوا، اسمو كيوقع كيوليو أنهم اللي عطيتيه لهم كياكلوه. بالنسبة للكبار مشكل، وبالنسبة للصغار مشكل. علاش؟ لان شحال من واحد كيربي الارانب كيكون عاد مبتدئ، كيشوف باللي الارانب ديالو بداو كياكلوا او عاد مبتدئ في هذه الفتره بالضبط، كيقول باللي راه ما حدهم كياكلوا، راهم مزيانين نعطيهم الماكله بزاف. وهي لا، خطا، هذا خطا شائع. ديما سواء كنت مربي قدام او مربي عاد جداد، ديما منين هذوك الارانب ديالكم كتحسوا بهم النظام ديال الاكل ديالهم تبدل، حاولوا انكم ما تمشاوش معاهم هما. راه كاينه واحد اللقطه كيسميوها في تربيه الارانب تجويع الارانب. تجويع الارانب ماشي هي نصومهم ونقتلوهم بالجوع، لا، تجويع الارانب وهو اننا نبقاو نعطيهم في يعني في وقت محدد، في اما في الصباح، داكشي خصو يكون وجبات، اما ثلاثه الوجبات اما جوج الوجبات. بحال دابا انا هنايا راني عاطيهم هاد الذكر وهاد الصغار هادو، سمو كنعطيهم غير الخبز مدقوق. علاش؟ لان هادو في مرحله ديال التسمين، ما يمكنش انا غادي نبقى نصرف عليهم نفس السيكاليم باش غادي مثلا ملي غادي يكبروا غادي نكسبهم، لا، انا هادو كلهم دايرهم باش نسمنهم ونعاود فيهم البيع. يعني ماشي من لابد انني ندير السيكاليم، هذوك الامهات تما ممكن انني ندير السيكاليم، ورغم ذلك ماشي السيكاليم نشوفهم كياكلوا بزاف انني غادي نبقى نعطيهم بزاف صافي، لانهم راهم عندي امهات نبقى نعطيهم بزياده، لا، كل حاجه عندها الضوابط ديالها. حاولوا انكم تشوفوا هذا الفيديو هذا وترافقوا بفيديوهات اخرين على حسب ديال يعني كمية الأكل الموصى بها لكل أرنب حسب السن. يعني خاص تكون عندكم واحد الضوابط نتوما ماسكين الأرنب ديالكم. واخا تشوفوه هو باغي ياكل بزاف، خاص المربي أنه يحكم راسو. بحال دابا أنايا عطيتهم في الصباح هادو لأنني باغي نسمنهم، كنعطيهم ثلاثة الوجبات. ممكن أنني نعطيهم دابا او عاوتاني فتره ديال المهم غادي نعطيهم انايا ثلاثه المرات، فتره ديال الصباح، الفتره الصباحيه والفتره ديال الظهيره، يعني في الوقيته ديال الغداء فين كنتغداو حنا، والفتره ديال الليل. الليل حاولوا انكم تكثروا لهم شويه لان كيكون البرد كيبغوا ياكلوا. بالنسبه لهادو العمر شهرين باقي ما درت لهمش الإبرة، ولكن الكمية ديال الأكل كنت كنعطيهم غير مرة واحدة في فصل الصيف، وجبة واحدة كنعطيهم طاس ديال الياغورت كنملؤ لهم بهذا الخبز مدقوق. من بعد وليت كنحس بهم كياكلوا، يعني ما كيخليوش، هاد الحديدة كتولي زنكة، كتولي هكا ما فيهاش حبة، ما فيهاش، لأنهم كياكلوه كيساليوه. سمو وليت كنعطيهم أكثر. هذا دابا هو الذكر تبارك الله راني حطيت له واحد الكميه راه كلاها، ولكن واخا هكاك ما خصوش نخليه بحال هكا بدا يسمن، راه السمونيه عاوتاني ما خدامالوش، لان كيكون الله يستر كيتصاب بالتهاب العرقوب، لان الوزن ديالو كيولي كياثر عليه وكيولي كيتجرح من رجليه. هذا ناهيك ملي كيبغي يطلع فوق النسوه انه كيطلع وكيبقى يتخبط في الكاج برجليه، تما كيتصاب بالتهاب العقل. اذا الحلقه ديالنا يعني الملخص ديالها وهو ان واخا تشوفوا الارانب ديالكم بداو كيطلبوا الماكله اكثر لان الجو بارد، كاين يعني اختلاف ما بين الصيف والجو بارد، حاولوا انكم تعطيهم في وجبات
مثلا ثلاثه الخطرات ماشي مشكل، ثلاثه الخطرات غير هي ماشي هاد العلافه ديما تكون عامره، لا تخليهم حتى يكملوا هاد الشيء تيولي ما كاينش فته عاد باش تعطيهم. ان الا عطيتيهم ديما الماكله حداهم ما خداماش، لان غادي يبقاو هما اصلا كيبقاو ينفروا الماكله لان ديما قدامهم، غادي تحس بهم ماشي هما هادو. اذا الحلقه ديال النهار هي هذه، كنظن ان تكون راقتكم و يعني تكون واحد المعلومه مفيده ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.